أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قراراً رقم 14 لسنة 2022 بشأن منع تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون، والذي سيدخل حيز النفاذ بتاريخ 19 من سبتمبر 2022. للحديث أكثر حول هذا القرار معنا عبر الهاتف السيد علي الحيكي، رئيس تطوير المواصفات والمقاييس في إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. أهلا بك في نشرة الثالثة. إذا حضرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بيع وتصنيع وتداول واستيراد كذلك منتجات الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والتي وكما نص القرار والتي يقل سمكها عن 35 ميكرون. هل بالإمكان تزويدنا بالمزيد من تفاصيل هذا القرار والسبب وراء اتخاذه؟ أولا السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. نعم، بالنسبة إلى إصدار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قرار رقم 14 لسنة 2022 بشأن منع تصنيع واستيراد الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون، طبعا هذا جاء تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة في تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة وتحقيقا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 في حماية المساحات الطبيعية والحد من التلوث البيئي، حيث يهدف هذا القرار إلى حماية البيئة من الملوثات والحد من انتشار المخلفات البلاستيكية. وحبيت أن أشير إلى أن القرار يطبق فقط على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد اللي يقل سمكها تحديدا عن 35 ميكرون فقط. بالإضافة إلى ذلك هناك بعض الاستثناءات في نفس القرار إلى بعض الأكياس، من ضمنها الأكياس اللي تكون أكثر من 35 ميكرون، كذلك الأكياس التي تستخدم للأغراض الطبية والأكياس المصنعة بغرض التصدير خارج مملكة البحرين. نعم سيد علي، ما مدى تأثير هذا القرار على المستهلك وعلى المشغل الاقتصادي كذلك؟ نعم، طبعا وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قامت بعمل دراسة شاملة لوضع الوضع في البحرين بشكل عام، وتحديدا مصانع الأكياس البلاستيكية ونقاط البيع الرئيسية وكذلك مصانع بدائل الأكياس البلاستيكية في مملكة البحرين. الدراسة هذه نتجت إلى أن تقريبا 85 إلى 86 من المصانع المحلية سوف تستمر في صناعة المنتجات البلاستيكية غير المشمولة في القرار الوزاري، يعني ما بتتأثر. كذلك هناك طبعا لأنها بتصنع بدائل البلاستيك، أما نسبة 100% من المصانع لديها النية حاليا لتصنيع أكياس بلاستيكية متعددة الاستخدام يفوق سمكها عن 35 ميكرون، وهذا طبعا ما بيعرضها إلى الخسائر. كما أكدت بعض المصانع المحلية توافر البدائل المناسبة لهذه الأكياس إلى سوقنا المحلي. نعم. وبالتالي نطمن المواطنين والمقيمين. نعم. أن هذا القرار إن شاء الله يعني بيكون يشمل فئة محددة من الأكياس. نعم. وليس جميعها، كما نطمنهم بوجود البدائل البلاستيكية المناسبة في السوق، وندعو الجميع. نعم. إلى تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف ضد استخدام المنتجات. شكرا لك. نعم، شكرا لك السيد علي الحيكي، رئيس تطوير المواصفات والمقاييس في إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، شكرا على هذه المداخلة.